يمكن الجميع في مصر شايف ملامح المشاريع التنموية، شايف ميادين بتنشأ، شايف طرق بتتوسع لتمن وتسع وعشر حارات، شايف مشروعات القضاء على العشوائيات ومدن جديدة بتطلع في ثواني صغيرة. الكل يعلم حجم الإنشاء اللي بيحصل في مصر، الكل يعلم إن في مشروعات تنموية بيتم تنفيذها في كافة المحافظات المصرية، لكن هل الكل يعلم إن التكلفة دي وصلت لحوالي 12 مليار و300 مليون جنيه؟ هل الكل يعلم إن ده تم من خلال خطة استثمارية خصص ليها الفترة من أول العام المالي الحالي لحد منتصف نوفمبر؟ خلينا نتعرف على تفاصيل الموضوع ده. إحنا بنعمل إيه على الأرض؟ الدولة بتعمل إيه على الأرض؟ معانا على الهاتف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. عفوا، صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذة جمانة وعلى أهلنا في كل محافظات مصر. وخليني يعني أبني على كلام حضرتك، هو بالفعل يعني في ضوء جهود الدولة المصرية عشان توفر اعتمادات توجه لتطوير الخدمات والارتقاء بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة أهلنا على مستوى المحافظات المصرية. وبالفعل يعني وزارة التنمية المحلية كما أعلن معالي الوزير اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أنه في الفترة من أول العام المالي، يعني إحنا من 1 يوليو 2022 حتى منتصف نوفمبر الحالي، وبلغت بالفعل حجم المنفذ من مشروعات من الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات المصرية هو 12 مليار و 344 على الأرض. يا فندم بنعمل إيه؟ على الأرض 1 2 3 اتفضل. في مشروعات بنية تحتية يعني حاجة لحضرتك فيها نسبة التنفيذ 48% من المخطط من أصل 29 مليار، هتوجه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات والاستكمال كمان تنفيذ المشروعات اللي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، الإنارة، رصف الطرق، تحسين البيئة، الأمن، الإطفاء، المرور، كذا أمر تدعيم الاحتياجات الخاصة بالوحدات المحلية عشان تستطيع أنها تقوم بالمهام المستقبلية. لو جينا بصينا على مستوى الدولة المصرية هنلاقي أن المشروعات دي فيها على مستوى المحافظات بنسبة إنجاز من 35% حتى 94% من المشروعات. طبعا مع الوزير أكد يعني على أهمية المتابعة المستمرة من جانب السادة المحافظين، وده سواء في اللقاءات الدورية اللي بيعقدها سيادته مع السادة المحافظين، وده لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات دي على الأرض. كذلك الأمر هو الهدف من هذا وذاك سرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات ممكن تظهر لنا أثناء عملية التنفيذ، وبالتالي هو من الأهمية أن نتأكد تعظيم الاستفادة وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات المنفذة دي. الهدف من كل هذا وذاك طبعا حياة أفضل للمواطنين، وبالإضافة إلى ده بنحقق رؤية مصر 2030 وبنشتغل على الأولويات الحكومة. خليني أقول لحضرتك أنه لو جينا بس مستوى جغرافي كذلك المستوى القطاعي لهذه المشروعات هنلاقي ان الخطه دي راعت عداله التوزيع بين اقاليم الدوله المصريه والمحافظات، والهدف من ده كان سد الفجوات التنمويه علشان الناس كمان على الارض تشوف نتائج وثمار المشروعات دي خاصه مع تحسين مستوى الخدمات دي. هنلاقي انه لو بصينا على كمان المستوى الخطة العام المالي الحالي خصصت 8.4 مليار جنيه لمشروعات محافظات صعيد مصر، كذلك 7.7 مليار جنيه للقاهرة الكبرى، 2.6 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية اللي بيضم طبعا البحيرة. طب يا فندم الأرقام دي يعني أظن على المقاطعة، بس الأرقام دي خصصت على أي أساس؟ يعني على حسب احتياجات كل محافظة ولا على أي أساس؟ احنا طبعا بيبقى في يعني من حيث التخطيط بناخد احتياجات المحافظات، ثم المشروعات اللي محتاجه نهو، ثم المشروعات الملحه اللي محتاجه تحقق خدمات حقيقيه على الارض بالنسبه للناس. زي ايه المشروعات الملحه يا فندم؟ مشروعات مياه الشرب، مشروعات الصرف الصحي، المشروعات الخاصه بمد خدمات كهرباء واناره، المشروعات الخاصه بخدمات الامن والاطفاء والمرور، المشروعات الخاصه بالطرق المحليه اللي بتربط ما بين القريه الام والقريه التوابع، وده علشان نسهل انتقال السلع
كذلك نسهل انتقال الناس ما بين هذه القرى، لو محتاجين كمان الاحتياجات الخاصة بإقامة أنفاق أو إقامة كباري، وخاصة فوق الطرق السريعة أو فوق المرور القطارات في الأماكن المختلفة، كل ده من شأنه يسهل عملية التبادل السلعي من ناحية، وكذلك الأمر بيسهل انتقال الناس من ناحية تانية، وبالتالي كل ده بيساهم في تحقيق جودة الحياة لأهلنا في المحافظات المصرية. هذا شق. الشق الثاني لو جينا بصينا إلى طبيعة المشروعات دي ومعايير اختيارها، هنلاقي إن المشروعات المنفذة أهمها كان تشجيع الاستثمار، تحقيق الاستدامة البيئية عشان نحقق إصحاح بيئي ونخفض من معدلات الاحتباس الحراري، كذلك المشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة طبعا إلى أولويات توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات اللي بتراعي حقوق المرأة والطفل كذلك ذوي الهمم. احنا فاهمين الاستراتيجيات العامة، ولكن لو عايزين يعني نتكلم على أرض الواقع، احنا فاهمين الخطوط، يعني الخط الأخضر الخاص بالحفاظ على البيئة، الخط الحفاظ على ذوي الهمم على المرأة، ولكن خليني أسألك، كام بنية تحتية اتعمل، طرق اتعمل، كباري اتعمل، صرف صحي اتعمل، كام مدن، كام قلت لي أشياء أخرى، هل في نسب أو أرقام يا فندم؟ آه طبعا يا فندم، لو جينا بصينا على يعني الجزء الخاص بيه تحقيق الاحتياجات الوحدات المحلية نسبته 14%، خدمات الكهرباء والإنارة على مستوى المحافظات كانت نسبتها 12%، خدمات الكباري والأمن 6%، ذلك الرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل المحافظات. خليني أقول لحضرتك كمان الجزء بمشروعات الطرق كان 31% من إجمالي تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب. كل ده فندم بيؤدي في الآخر خالص إلى خدمات فعلية، حضرتك بتلاقي طريق تمشي عليه، حضرتك بتلاقي إنارة موجودة، حضرتك بتلاقي خدمات أمن وإطفاء ومرور، كل دي خدمات إحنا بنحس بيها وبنحس بزيادتها كمواطنين على الأرض، ودي من الأهمية بمكان. كذلك على المستوى الجغرافي زي ما قلت إن هو بالفعل كل أقاليم الدولة المصرية تم مراعاة تنفيذ المشروعات ليها وفقا للاحتياجات بتاعتها، وعشان نقلل من الفجوات التنموية، يعني نقلل من الفروقات اللي موجودة، هنلاقي إقليم جنوب سيناء، إقليم سيناء كله واخد 5.5 مليار جنيه، هنلاقي كمان إقليم القناة والسويس ومنطقة القناة دي واخدة 2.1 مليار جنيه، كلها يعني حوالي 7 مليار من 12 مليار في شرق الجمهورية، يعني احنا معنا اقليم القناة وسينا 5.2، 7 من 12، لا يا فندم 7 من 29، لان احنا لسه قدامنا 12 ان شاء الله هنخلص في 30/6 القادم ان شاء الله، فاحنا المستهدف 29 مليار. كل هذه المشروعات بتساهم بشكل مباشر وغير مباشر، سواء على مستوى التمكين الاقتصادي او التمكين الاجتماعي، ومن ثم احنا بنساهم هنا في تحقيق جوده حياه المواطن المصري على ارض المحافظات المصريه. طيب دكتور خالد، بالحديث عن يعني جوده حياه المواطن المصري، حضرتك تحدثت عن مشروعات ليها علاقه بالاستثمار ومشروعات اخرى ليها علاقه بالحفاظ على البيئه، وهو التوجه المصري حاليا، بس عايز اسال حضرتك عن ايضا المشروعات المتعلقه بالصحه، المشروعات المتعلقه بالتعليم، يعني هل في مدارس مثلا، هل كان في محافظات او كان في مراكز او كان في قرى كانت محتاجه مدارس، سواء لو هنتكلم عن انشاء مدارس او حتى ترميم مدارس او ما الى ذلك، او حتى لو هنتكلم في مراكز صحيه ايضا؟ كذلك الامر يا فندم، طبعا ده من الاهميه بمكان ان احنا ناكد على ده، وده بيتم بالتنسيق مع الوزارات المعنيه، سواء كانت التربيه والتعليم والتعليم الفني او وزاره الصحه والسكان، ان ده مستوى تخطيط قطاعي. من حيث الجغرافي احنا طبعا بيتم ده كله على ارض المحافظات المصريه. كل هذا الامر كمان ما ننساش ان احنا شغالين في مبادره سياده الرئيس حياه كريمه تطوير الريف المصري، واحنا في العام في نهايه العام
الثاني من المرحله الاولى لتطوير الريف المصري، وداخلين على ان شاء الله العام القادم اللي هيبتدي مع شهر يناير. فكل ده بيتم مراعاه كل الابعاد دي، سواء كنا بنتكلم على البنيه التحتيه اللي بتشرف عليها وزاره التنميه المحليه، او بنتكلم على البعد الاقتصادي واللي بيشرف عليه جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه، وكلنا كوزارات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني بنشتغل عليه معاه، او البعد طبعا الاجتماعي الخاص زي ما حضرتك كرمتي فيما يتعلق ب. طبعا يبدو يعني فقدنا الاتصال بدكتور خالد قاسم. على اي حال الفكره وضحت يعني طبعا بكل تاكيد، واحنا طبعا في متابعه حثيثه على كل ما يتم على ارض الواقع. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره.